شارك شيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اليوم في مراسم افتتاح مبنى سفارة جمهورية غانا لدى البلاد، وذلك في حفل رسمي أقيم برعاية وحضور وزيرة الخارجية والتكامل الإقليمي بجمهورية غانا الصديقة تشيري أويركور بوتشوي. وأشاد الشيخ صباح الخالد في كلمة ألقاها في هذه المناسبة بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، والتي دخلت عامها 44 منذ تأسيس وإقامة العلاقات الرسمية بينهما. في حفل رسمي افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مبنى سفارة جمهورية غانا لدى دولة الكويت، وبحضور وزيرة الخارجية والتكامل الإقليمي بجمهورية غانا الصديقة تشيرلي أويركور بوتشوي. تم افتتاح السفارة الغانية في دولة الكويت، ونحن سعداء أن نرى علم غانا يرفرف في سماء الكويت. تربطنا في غانا علاقات متميزة، علاقات ممتازة، هناك تعاون الحقيقة في كافة المجالات مع أصدقائنا في غانا، وافتتاح هذه السفارة مؤشر الحقيقة أيضا على اهتمام وحرص دولة الكويت في التعاون العربي الأفريقي، وفي أن يكون هناك تواجد للكويت في أفريقيا وتواجد أيضا لأفريقيا في الكويت. افتتاح مبنى سفارة جمهورية غانا لدى دولة الكويت يؤكد متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، والتي دخلت عامها 44 منذ تأسيس وإقامة العلاقات الرسمية بينهما. أنا سعيدة جدا لتواجدي في دولة الكويت وافتتاح سفارة جمهورية غانا لدى البلاد، وهذا يؤكد عمق العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وأيضا نمو العلاقات السياسية والاقتصادية وعلى جميع الأصعدة، وهذا يؤكد أيضا تنمية العلاقات على كافة المستويات. دولة الكويت دائما تولي أهمية كبرى لتعزيز العلاقات بين الدول الأصدقاء، وتعزيز أيضا العلاقات على كل المستويات وفي مختلف الصعد. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.